انطلاقا من رسالة المحبة والتسامح، سرنا في رحلتنا لهذا اليوم لنصل لأهل قرية يربطنا بهم دين واحد وتاريخ طويل من العطاء، لتحقق رسالة الإمارات التي تدعو دائما إلى مد أيادي المساعدة البيضاء لكل إنسان محتاج، لتتربع على قمم الدول المانحة وتتصدر الدول الأكثر سخاء. إذا أردت أن تبحث عن خير أمة فالإمارات بكل فخر تتحدث بأفعالها وتقول نحن شعب لا نمل من فعل الخير. مشاهدينا الكرام في غرب إندونيسيا، أهلا بكم. تعمل هيئة بيت الشارق الخيري على إرساء مفهوم العطاء كتوجه أساسي في المجتمع، وترسخ روح التطوع والعمل الخيري في كافة المجالات، والإسهام في نهوض مجتمعات العالم وتحقق المنفعة لجميع أبناء الشعب. من هنا توجهت الأنظار في الهيئة إلى إحدى القرى النائية في إندونيسيا لتعزز مبدأ التراحم بين الجميع. سيد نسيم، اليوم نحن في مركز محمد عبد الله الخيال. هذا المركز فيه فصول وفيه مسجد وأيضا إيواء للأيتام. خبرنا عن هذا المركز ووجوده في هذه القرية البعيدة. في الحقيقة هذا المركز يتكون من عدة فصول وعددها 7 فصول، بالإضافة إلى وجود سكن وهو عبارة عن منزل لإمام المسجد الذي يتواجد في هذا المركز، كما يدرس فيه من المرحلة الابتدائية فقط عدد طلاب تقريبي يصل إلى نحو 100 طالب. سيد نسيم، سابقا كان هذا المركز بمنطقة أخرى وكان قديم ومتهالك، واليوم نشوف هذا المبنى الجديد في هذه القرية. التجديد، هل هناك فارق صنعه هذا المركز الجديد للطلاب للأيتام اللي موجودين ومستفيدين من هذا المركز؟ نعم، لو أردنا الحديث عن هذا المركز القديم فقد كان صغيرا ولا يكفي للطلاب حتى ينهلوا بالعلم والمعرفة، فقد كانوا محصورين بمساحة صغيرة في المصلى، بعكس هذا المركز الجميل وهو نقلة نوعية للأفضل. سيد نسيم، الآن يوجد في هذا المركز أكثر من 100 طالب مستفيد ومنهم من الأيتام، لذلك كيف يتم اختيار الطلاب المنتسبين لهذا المركز للاستفادة من خدماته، للاستفادة أيضا من الدروس التي تقدم في هذا الفصول؟ هل هناك فريق يقوم باختيار طلبة أم هم من يتقدمون للمركز ويتم أيضا قبولهم؟ بعناية كبيرة أغلبيتهم جاءوا من المناطق المحيطة من هذه القرية، وجميعهم فقراء وأغلبهم أيتام، ونحن نسعى ونبذل كل الجهود لاختيار الأكثر حاجة. ولتعمق الهيئة القيم المجتمعية الأصيلة التي غرسها زايد الخير في مجتمعنا من قيم تسامح واعتدال وقبول للآخر، قامت الهيئة ببناء مركز محمد عبد الله الخيال الإسلامي في باكاسي بإندونيسيا، يضم عددا من المرافق الحيوية ليلبي حاجات الأهالي في المنطقة والمناطق المجاورة لها. سيد نسيم، اليوم أيضا نتحدث عن أيادي خير وصلت لهذه المنطقة لبناء مركز وتم تجديده بالكامل بوجود فصول مثل ما ذكرنا، وأيضا مسجد يعزز ما يقدمها المعلم في الفصل، فلذلك دور المسجد اليوم في تعليم الطالب القرآن الكريم، تعليم الأحاديث النبوية، تعليم أيضا القصص للصحابة وغيرها من القصص التي لربما تعزز شيء بداخلهم. خبرنا عن دور المسجد في هذا المركز.
الحمد لله، الدور هنا بطبيعة الحال مكمل للمدرسة، فالجميع هنا يحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا بالإضافة إلى الجدول اليومي والجدول الأسبوعي وكذلك الجدول الشهري، كما يهتم المدرسين هنا في تعليمهم بشكل إيجابي ليكونوا مؤثرين بشكل فعال ومفيد للمجتمع. سيد نسيم، مركز محمد الخيال لم ينتهي بالكامل، ولكن تم إنجاز 80% من هذا المركز، وأيضا بهذه الفترة تقدم حصص وأيضا الطلاب يستفيدون من هذا المركز. بعد الانتهاء كيف تتوقع بأن هذا المركز راح يكون أثره شيء إيجابي وجميل على كل المنتسبين فيه من الطلاب؟ الأثر كبير ولله الحمد، وعند الانتهاء منه بشكل كامل ستعم المنفعة والفائدة على الجميع، سواء كانت هذه المنفعة من ناحية تأدية العبادات أو الشعائر الدينية وحفظ القرآن وعكس تعاليمه على كل المجتمع. وبالطبع نحن نقوم بالاهتمام بالدور الكبير الاجتماعي من خلال مساعدة الأيتام والفقراء والضعفاء وحتى الأرامل في هذه المنطقة، فهذا المركز مفيد ومهم للجميع دون استثناء أحد منهم. تكفل الهيئة في مشاريعها الخيرية مبدأ الشمولية في مشاريعها لتحقق المعادلة الصعبة في عموم الفائدة على الجميع، فمن خلال هذا المشروع حرصت على اختيار موقع مناسب لبناء المركز ليكون الوحيد من نوعه في المنطقة بوحدات تعود بالمنفعة على الجميع. توفيق، اليوم نحن نوقف في المبنى الجديد لهذا المركز، ما هو الاختلاف؟ ما هو الجديد؟ ماذا طورتم في هذا المركز يختلف عن المركز القديم؟ نعم، الفرق بين المركزين كبير جدا، فالقديم يفتقر للغرف وحتى الفصول، بينما هذا المركز الجديد ولله الحمد يتمتع بمساحة كبيرة اتسعت لسبعة فصول، ويضم 5 غرف سكنية للأيتام وحتى المرافق العامة. توفيق، الآن أيضا نرى هذا البنيان ولكن لم يكتمل، نريد أن تبشرنا ما هي المدة اللي ممكن أن ينتهي في هذا المركز ويكون جاهز لاستقبال الطلبة، لاستقبال أيضا أهالي القرية يستفيدوا من هذا المركز؟ نعم، في الحقيقة نحن نحاول إنهاء هذا المشروع بسرعة كبيرة، بحيث يتم إنجاز المشروع بعد 1.5 إلى 2 بعد عيد الفطر المبارك، لأنه بعد بناء هذا المركز سيتم رصف الأرضية المحيطة به ليستفيد منه المجتمع والأفراد جميعاً، لذلك نحن نحاول الانتهاء منه بفترة قصيرة جدا لتعم الفائدة والمصلحة العامة على الجميع. المركز يضم مسجداً يتسع ل300 مصلي ومدرسة تضم أكثر من 200 طالب، لتعزز الهيئة مفهوم التنشئة النافعة لتبني جيلاً متعلماً متسلحاً بالمعرفة والدين، فتؤسس القواعد لمستقبل واعد للأشقاء في أندونيسيا بعيداً عن ظلام الجهل وقسوة الحياة.
وبجانب المسجد والمدرسة يضم المركز داراً للأيتام ممن فقدوا المعيل والسند، حيث يعتبر كفالة الأيتام برنامجاً رئيسياً ضمن برامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة. ولم تقصر الدولة بمؤسساتها في هذا الجانب الإنساني، حيث أولته أهمية كبيرة انطلاقاً من قيم ومبادئ ديننا الحنيف ودعوته الصريحة لرعاية اليتيم وكفالته، وبما ألقي على عاتق المجتمع من مسؤولية كفالته ورعايته وتربيته وضمان مستقبله. طيب، اليوم أيضا نشوف أيادي الخير من الإمارات ساهمت في بناء هذا المركز في هذه القرية، ولكن بعد الانتهاء من البناء كيف لكم أن تستمرون باستدامة هذا المركز للمعلمين، للطلبة، لكل ما يحتاجه المركز من مصاريف؟ بالطبع عند انتهائنا من هذا المشروع بشكل كامل سنقوم بعمل دعائي يشمل القرية والمناطق المحيطة بها لإتاحة الفرصة للتعلم بالنسبة للطلبة والعمل بخصوص المعلمين وحتى خدمة الأيتام، وأيضا سنقوم بمساعدة الأيتام مجانا، وسنفرض رسوم على المقتدرين منهم. إلى جانب ذلك سنسمح بالتبرع لصالح هذا المركز. توفيق، كيف تتوقع مستقبل الطلاب من بعد ما يتخرجون من هذا المركز؟ هل تتوقع لهم بمستقبل لربما يقودون به هذا البلاد، مجتمعهم، أهل قريتهم؟ هل هناك فارق سيكون من هؤلاء الطلبة الصغار بعد ذلك، بعد سنوات طوال؟ نعم، بالتأكيد هذا المركز هو نقطة تحول للجميع، وبالنسبة للطلاب فنحن نهتم بجانب المعرفة وجانب المهارة، فبعد تخرجهم من هذا المركز سيكونوا قادرين على إحداث النهضة في المجتمع، ونحن في دولة إندونيسيا سنحرص على الاهتمام بالجانب الديني من خلال القرآن الكريم وبالجانب المعرفي من خلال المهارة، فالجيل القادم بإذن الله أفضل. ولأن للماء دور أساسي في حياة الفرد، قامت هيئة بيت الشارقة الخيري بمشروع حفر بئر ارتوازي بجانب المركز، أخذين حديث الرسول نصب أعينهم، حيث قال: خير الصدقة سقي المياه. وتكمن أهمية هذا المشروع في قلة وندرة المياه في هذه القرية، فكان هذا البئر بمثابة مفتاح نجاة لأكثر من 5000 نسمة. أيوة، نعم، هذا سكن للأيتام وأثناء البناء لم ينتهي بعد، وعدد الفصل والغرف تقريبا 5. هذه الغرفة؟ أيوة، نعم، هذه الغرفة للأيتام تحت الإنشاء الآن في عملية تركيب السيراميك انتهى، وبعدين دهن وتربيك شبابيك والأبواب إن شاء الله، بعدين تم كل هذا ثم الدهن في الآخر إن شاء الله. إن شاء الله تقريبا انتهت 90%. 90% بالنسبة للسكن للأيتام. طيب طيب،
طبعا عدد الغرفة 5 غرف وفي مطعم. هنا الغرف الأخرى. أين هذه الغرفة الثانية نفس المركز؟ وشوف العمال الآن يركب السيراميك، نرتب الأرض أولاً بعدين ركب يركب السيراميك. ولكن الكهرباء تم توصيلها في المكان؟ الكهرباء تبدأ شيء إن شاء الله لما تم البناء وتوصيل الكهرباء. ممتاز. طيب الآن هم يركبون السيراميك تقريباً للمساحة الأخيرة المتبقية في هذا المكان. صح، للساحة هناك بالنسبة للغرف انتهت من التركيب. عدد الغرف كم؟ خمسة غرف ومطعم مع المطبخ هناك في الوراء. هذا غير بيت الإمام والمسجد. غير بيت الإمام. هل تم اعتماد أسماء الطلاب اللي راح يسكنون في هذا المكان؟ أيوه تم الاعتماد بعد أن تم بناء هذا المركز والسكن. إن شاء الله سينقل الطلاب من المركز القديم إلى المركز الجديد. لذلك هم ينتظروا انتهاء هذا المركز. إن شاء الله سينتهي في القريب العاجل إن شاء الله، بعد فترة بسيطة جدا. إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله سينتهي هذا المشروع. طيب غير الغرف اللي موجودة في المركز؟ الغرف هناك عندنا حمامات طبعا. الآن انتهى من بناء الحمامات، بس الباقي منه مكان لرمي الوسائخ من الحمام، هكذا البركة لرمي الوسائخ من الحمامات أو مرحة مشروعها. طيب هذا المكان هو مطعم؟ أيوه هذا للمطعم والمطبخ، هذا للطلاب للسكن. طيب بالنسبة للمكان للأمطار لمثلاً العواصف، هل يتحمل هذا المكان؟ تم تخصيص هذا البناء لهذه الظروف مثلاً من الجو؟ إن شاء الله نحن نحاول بطريقة كيف نحفظ الجدران من الأمطار وكذلك من الحرارة طبعاً، لأن الموسم عندنا موسمين هذا. أحياناً لسبب الأمطار هذا فيه تصفية شوية، لكن نحاول كل الجهد لاكتمال هذا المشروع إن شاء الله. إن شاء الله. هذه ايضا الفصول؟ اي نعم، هذه الفصول عددها تقريبا 7 فصول. 7 فصول اكتمل بالنسبه للتركيب سيراميك ثم فلابون، باقي تركيب شبابيك والابواب ان شاء الله قريب. سيكون المكان مكيف صحيح؟ ان شاء الله مكيف، هكذا في مراوي كذا حتى يكون في بارد للطلاب لو يذهب الى المدرسه او الى الفصل في بروده، لأن طبعاً نحن الجو لكنا في الصيف ما في المراوي أو المكيف طبعاً في حرارة جداً. طيب الفصل الواحد كم يستوعب من الطلبة؟ يستوعب تقريباً 45 للطالب. 45 طالب للفصل الواحد؟ الفصل الواحد. ممتاز، وهو تم ترتيبها من الفصل الأول إلى السادس على ما أعتقد. أيوه ترتيبها. طيب جميل. تقوم الهيئة بتنفيذ والإشراف على الكثير من المشاريع الخيرية في العديد من مناطق إندونيسيا، ولعل هذا المركز ومرافقه المتعددة كان له الأثر الكبير في نشر تعاليم الإسلام السمحة وبث روح التكامل الاجتماعي بين أفراد المسلمين، لتقربهم رغم بعد المسافة، وتبقى الأيادي الإماراتية البيضاء
وسام شرف على جبين كل مواطن. أيادي معطاءة من الإمارات اجتمعت بقلوب رحيمة في غرب إندونيسيا لتبحث عن الحاجة وتبني مركز محمد عبدالله الخيال ليكون منبعاً للثقافة والعلم. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.